فيما يخص ممثلين العمال، بالنسبة للشركات اللي كاين دابا، هناك واحد الطريقة اللي كدار ديال الأسرية، ممثلين العمال الأسريين، يعني كيجيب خوه ولا أخته ولا صديق ديالو ولا صديقته، وكيديروا هو اللي كيديروا ممثل العمال ديال الباترون، كتكون ديالو ما كاين، ما كيمثل العمال، بحد ذاتهم اللي كيقلبوا على شي واحد اللي غادي يمشي باش يشكيو عليه، ما كيلقاوش، كيحضر معاهم بالجلسات ديال الاستماع، ولكن راه ماشي ديالهم، راه ديال الاداره، وبالتالي ما كيلقاوش دوك الناس اللي يدافع عليهم ولا اللي يتكلم عليهم نهائيا. اذا هنا ممثل العمال فهي صيغه غير تحايل على القانون لا اقل ولا اكثر، باش كيبقاو المحاضر ديال الاداره اللي كيداروا، وراه كاين ممثل العمال اللي كيمثلها الراي ديال العمال، ها هو قالوا فلان وها هو فلان، ولكن في حد ذاته راه حتى حاجه ما كاينه، لان الواقع ملي كيوقع الجيو الناس كتبغي تشكي، ما كتلقاش لمن تشكي، وحتى لمن اللي غادي تشكي عليك هو براسو كتلقاه خايف، وبالتالي ما فقد الشيء اللي يعطي. كيخص المكاتب النقابيه، وبالخصوص كنتكلموا هنا كيف يعقل انك تكون ممثل، كتكون عضو نقابي او ديليغي مندوب نقابي، وكتمشي كتنتمي لواحد النظام ديال النقابه اللي هي كتكون ممثله في البلاد من 5 ولا 6 اللي ممثلين، وكنت انت نقابي في ديك الشركه، ولكن ما عندكش مكتب نقابي، لان الشركه اصلا كيفرضوا المكاتب النقابيه، في حد ذات النقابه بحد ذاتها ما مفهوماش كيفاش انت دزتي ديليغي وما عندكش مكتب نقابي، ما يمكنش يكون، وبالتالي فقد الشيء لا يعطيه. كيخص يكونوا المكاتب النقابية، ويكون البلاغات كيتختموا، وكيخص الاجتماعات ديال الممثلين ديال العمال باش ناخذوا الآراء ديالهم، وطلع الإدارة وكنسميتو باش كيكون واحد كيما هي النقابة، هي شريك استراتيجي في الشركة وفي العمل، فكيخص يكون داك الصفات تتمارس، ويخرج فعلا يخرج ريكومونداسيون، ديك التوصيات يخرجوا من العمال، هما اللي باغيين، هما اللي كيعيشوا المشاكل، هما اللي كيعيشوا المعاناه، تخرج من عندهم وتوصل للنقابه، والنقابه توصلها للشركه، وكومسا كندوروا واحد السيركوي اللي كنخدموا عليه كاملين.